جامع محمد عبدي جامع معفو كمي دو حبناها قولها ديگان كيد دقمدا بربرا وهراء يوغنا حين قولها ديگان كيد دقمدا بربرا ناني كسو قيب قلين لبكال فردي اسلامر كان آني وحقو ناقا دان إساق إيو حبين كلو كمي دو قولها ديگان كيد دقمدا بربرا أبو عبد الرشيد محمد حاجي يوسف أيا مانتا أو كل فردي قيل لبادا يوفرديان حبناها قولها ديگان كيد دقمدا بربرا وحاو قي ورقد عطسيا وكاقا عطسانيين قنا حاسي لكا قادو وحانا نكولا كولاني غور لو يساقو سيقل يهو تيل كاب دمالي مغالدا بربرا أنا وحال كاسي وحكاقا ويدين لي عطسي كاسي وقود بيي إيه وليبا قناحي هرو وقود عيسي دو واركو چوك 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 هر چوك وان كوريا دينيني السلام عليكم رتو السلام حلبان چامع صاحب ورطا مانتا كالفرق يقولها الدقانك إيه تدباد ايام مانتا مغالدا بربرا كفولي حبيسي كتوب تكمل بربرا إيه ورا اديك ايه حلبان كنو والد قناحي أديك هالك أروح على قش يجينا صوت البطي إن جنا حاسي دي بلوغ النقطة ما حد رتشك قبته ولا حاسي هذا ركاك دي بقول لي بسم الله الرحمن الرحيم إن هرت كهرد عماي قلها لكن أرين تاع تلا حيدا قلها ديجان كوه حيدا وصر يس قلها ديجان شرعي حنا وي وي كهوس يعني هذا ما يركين يدي ما يركين كين يدي جديد كلي هي بوي كهوس يعني حيدا وصر يس قلها ديجان مركا وهايد أود شرعولة وحي قلها كهجي ما دو قلها هوسة إن تقولوينها هلقيو مركا حن كرتشيني يقولوينها هسي هذا صفة شرعي واركانا إن الصفة شرعي لو دايو يقولوينه وذاق وذاق بلو هذا الصفة هسي هاي الصفة عن مناسب كواهين جنا حي جنا إنه يقولوينه كنا قدر رتشيني يا جاست كلا عبد الرشيد محمد حاج يوسف أحب أنت كلا يسقون جنا حني كوه إلا يحل دمان شامع معف ayaan isagu ilaa hadda ku qancin ganaaxaasi lagu fuliyay waxaan u dhawr jeer ku noqday wasaaradda arrimaha gudaha isagoon dhawaan ka soo qaatay waraaq uu sheegay in ganaaxaasi aanu sharci ahayn oo laga noqonayo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaase warqadaasi warqad kale kaga jawaabay gudida fulinta ee golaha deegaanka ee degmada Berbera Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV Berbera ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed